جاني الخوف بزاف ملي كنت كنمشي للمدرسة، وكنبقى نفكر انا ما كنتش كنقرا، ما كانش راسي مع القرايه، كان راسي مع ماما كنشوف شني معدله في الدار، واش ميته واش حيه واش عاوتاني بابا انا يضربها. هادشي فاش كنت كنفكر، ما كنتش كنفكر في القرايه نهائيا. ملي تزوجت كان في الاول معايا مزيان، كان واحد العيل معايا مزيان بزاف، ولكن ملي دوزت معاه واحد المدة ديال 15 يوم العيل تبدل عليا، ما بقاش كيف كان في الاول معايا، ولات كيقول لي شحال من حوايج خايبه وانا ما قادراش عليها، كيفاش نعدلها؟ صافي مع المده ساليت انا وياه. انا ما كنت عايشه في المغرب مكرفسه ومعذبه، كنت غاجي لاسبانيا، وكنقول لهاد الناس كاملين حيت انا ما نقدرش نرجع للمغرب حيت عشت حياتي مكرفسه بزاف ومعذبه. ملي جيت لهنايا للسنترو كيعجبني ندخل الكوزينه بزاف، كيعجبني نعاونهم، المهم ما نبقاش جالسه، كيعجبني نعاون هنايا الناس بزاف. الحلم ديالي هو نعدل الدار لماما، هذه اول حاجه كنتخيلها، وخاصني نعيش المستقبل ديالي مزيان، وما خاصنيش نرجع لشي حاجه خايبه. هذاك الشيء اللي كنت عايشه فيه في الاول مع والديا ما كنطلب من الله، ما خاصنيش نرجع ليه.